مشاهدينا الكرام، أهلا بكم بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا أفريكا إيفري داي. معايا في التقديم زميلي سانتو جال. أهلا سانتو. أهلا ميري. برنامجنا حادفة ومتنوعة، بنتكلم عن الشأن الإفريقي، نمشي مع بعض في كل مكان في أفريقيا ونفتح مع بعض ملفات كثيرة ومتنوعة، وحناقش كل القضايا الإفريقية سواء الصحية والاجتماعية والثقافية والسياحية. النجاح طعم حلو جدا، والإنسان اللي بيثبت وجوده خارج الأرض وبيحقق حلمه وهو يصل للقمة. اليوم معنا نموذج مشرفة من أستراليا، الفنانة الأسترالية نجمة جنوب السودان أشول أتيم، وهي عارضة أزياء. أهلا بحضرتك فنانة أشول. يا هلا، أهلا وسهلا بكم فنانة أشول. إحنا سعيدين اليوم وأنت معنا، يعني بتشرفينا في يوم جميل ويوم يعني مميز جدا بالنسبة لشعب جنوب السودان، وأنت بتتلحلحي في سماء أستراليا بالحاجات الكويسة عن دولتنا الحبيب جنوب السودان. نبذة بسيطة، ممكن تعرفينا عن حياتك الشخصية الفنانة؟ يا هلا بكم. بجد أنا منورين بالنسبة لي. أنا سعيدة بمشاركتكم، وكل الشكر لكم وللبرنامج African Every Day. كلمنا طيب عن أول مشوارك الفني كمطربة، والجزء الثاني طبعا هنتكلم عن عارضة الأزياء ومصممة الأزياء، فعايزين نسمع عن الفنانة أشول أتيم حاليا. أنا بداية مشواري الفني كان في سنة 2012، عندي حوالي 35 عمل فني مقسمة على عدد من الألبومات. وأول ألبوم كان اسمه سوا سوا، ويا أول دي سامي ساو سودان. نعم أستاذ أشول، نحن معك. نعم أيوة، إحنا سامعينك يا أستاذ أشول. واصلي. يا نعم، فحقيقة أنا كنت مشكورة جدا يا أستاذة ميري. في حاجات كثيرة عملتها، وأظنه التليفون ما حي ولا المكالمة ما حيكمل لنا إحنا صوتنا، لكن أنا بتشوق بكثير عشان أنا وأنجز لكم الأعمال اللي أنا عايزة أقدمها لكم. دي جزء من لا تجزأ من حياتي وكذا. نعم. طيب الفنانة أشول، ممكن نسمع أغنية بتاعك اللي هو أغنية Long Drive and Long Flight؟ ده أعتقد بأنه ده كان فيديو كليب في فالنتاين دايز، فهنسمع الأغنية ده. Jamila
فنانة شول، نحن سمعنا الآن الكليب الجميل اللي انت عملتيه، كنت عايز أسألك برضو يعني مين بيكتب لكي مثلا الكلمات بتاعت الأغاني اللي انت حاليا بتغنيهم وبتصوري الكليبات دي؟ نعم حقيقة شكرا للسؤال الجميل ده. أنا تعاملت مع كثير من الكتاب، منهم الموسيقار المخضرم نيان كوال هو في جوبا، أنا بحييه من هنا، وبرضه مصطفى جوبا موجود في السودان وهم جيراننا واخواننا، هم كتبوا الاغنيه بتاعت انا ماشي لجوبا. وتعاملت مع واحد شاب اسمه جرمايا جرجير برضه تعاملت معه، وفي واحد اسمه احمد شريف هم من اريتريا وكاتب كبير وصاحبي في نفس المكان. طيب استاذه شول ثواني ما قطع لحديثك، استاذه شول ما قطع لحديثك، عايزينك عن الاغنيه بتاعت جوبا دي بالذات تكلمينا منو لحنه والكلمات، كلماتك انت حل والتلحين والتوزيع، لانه الاغنيه جميل فكنا عايزين نعرف اصلا الكاتب والملحن. الاغنيه بتاعت انا ماشي لجوبا كتبه لي مصطفى جوبا، وهو مسؤول بملوك النيل، لو اي زاد يعرفه في السودان، هو كتب القصيده ولحنها، وامل العذاب كان من لكن الموسيقى منه برضه كمان. نعم اوكي. طيب انت عملتي كليبات كثير يعني ولا هي الفيديو ده بس؟ انا عندي لدي اعمال تمت انتاجها سنه 2014 في استراليا هنا، الاغنيه كتبتها انا ولحنتها بيقول سوا سوا وي ار اول ذا سيم ساوث سودان. يا ومن وعندي كميه من الاغاني غنيتها برضه، وفي فيديوهات اكثر من 10 فيديوهات لان يو وان. طيب استاذه شول انت عندك لون مفضل مثلا في الغناء؟ حقيقه اجد نفسي في الغنى الافريقي والتراث الافريقي باللغات ولهجات مختلفه، ولدي اعمال متنوعه بالطبع. نعم. طيب حابين برضو نسمع اغنيه منك، يعني لو في فيديو كليب تاني انت عملتيها ولا هتدندني لنا يعني؟ نعم في الفيديو Long Drive Long and Drive Flight. Yeah. It's a love song for the Valentine Day. Yes. يعني ما هتدندني نشغل الفيديو كليب؟ ممكن تشغل الفيديو كليب because ظرف ما. نعم. أنا you can see from my voice now. Yeah. اوكي. إيه خلاص يبقى نسمع نعم. أغنية The Long Drive and Long Flight. أستاذ عشول يعني نحن حنسمع الفيديو الآن وحنشوف الكلمات الجميلة في الكليب، وبعد كده حنتكلم عن الأغنية نفسها من ألحان منو ومن توزيع منو إن شاء الله. حنستمع للفيديو الآن. طيب اعتقد في تاخير شويه، فبنقول لك يا فنان عشول انت بتغني للجاليه الافريقيه بس في استراليا ولا بتغني لكل الجاليات الموجوده؟ انا حقيقه يعني سعاده السفير سانتو احب المشاركه متى ما اتاحت لي الفرصه في المجتمع متعدد الجنسيه. ولكن الافريقيه كل الحب والنصيب الاكبر للافارقه والجاليه. خلاص عشول حنسمع الاغنيه، نطلع نشوف الاغنيه ومن ثم نرجع نواصل حوارنا. نشوف الاغنيه. Long drive, long flight.
شرقي. Life is gift. Life is not شرقي. Life is gift. I love you, love you, baby. You are only one for me. I miss you, baby. I want you next to me. I love you, love you, baby. I want you next to me. One last long drive. فنانة شول الأغنية جميل جدا. كنا عايزين نعرف برضو الكلمات والألحان بتاعت الأغنية دي بالذات عشان المشاهدين كمان يقدر يعرفوا. شكرا لك يا أستاذة ماري. الأغنية أنا كتبتها ولحنتها أنا بأولم صغار هو ميان كوال وحيوم من هنا جدا جدا وفي جوبا. يا نعم. It's about love song. لو التحية أستاذ ميان طبعا على الإبداعات، يعني هو موسيقار كبير وعمل العديد من الأعمال الجميلة، ونحن سعيدين جدا أنه أبناء جنوب السودان دائما في القمة وبيبدعوا في كل مكان. طيب أستاذ عشول، يعني أنا كنت عايز أسألك برضو، أنت مقيمة لك كم سنة مثلا في أستراليا؟ حسي أنت 14 سنة في أستراليا. نعم. طيب أستاذ عشول، أنت بعد إقامة زمن طويل في أستراليا، هل أنت سعيدة ولا في مشاكل؟ حقيقة كده سانتو البلد جميل بكل شيء، لكن أنت بتكون مرتاح في وطنك. نعم. في بلدك طبعا كالعادة. نعم. إحنا جينا هنا لأسباب. نعم. نعم. طيب مين نعم. مثلا من الفنانين الكبار أنت مثلا متعثرة به، يعني الفنانين السودانيين كله شرقا غربا جنوبا؟ انا بحب استمع لكل الفنانين من غير تفرق، لكن بحب الفنان شرحبيل احمد، ربنا يكرمه طول العمر. نعم. من هنا ده ملك الجاز. يا اريد الله في الصوم. نعم. And it's always في قلوبنا احنا. نعم. شرحبيل احمد. طيب حابين نسمع احدى اغانيك يا استاذ عشول؟ أنا عندي أغاني كثيرة جدا في 16 ماي. نعم. وفي يعني عم بان هم 35 أغنى عمل، يعني فيهم مزيد حال. نعم. وفيهم أكثر من بطمون، يعني برضو كمان بغني بالروسانة باللهجة عشان كمان برضو نعم بندي الأولوية كمان للأسرة والأحباب كلهم. الأغاني كثيرة ماري، بس على أسباب ما في الصوت كنت أنا حأجرب لكم في الحنجرة بسيطة من عندي، لكن بس في تغيير في الصوت كده عايزة. نعم. This morning because we have a bit كدندنة. Weather is not good for me. نعم. اتفضل. طيب. نعم. هنا الفنان عشول، احنا هنتكلم عن عشول العارضة عزياء ومصممة عزياء. ممكن تكلمينا عن الموضة والعزياء بالذات؟ بطبيعي بحب الموضة. نعم. أنا شو بحب الموضة ومهتمة بيها، وكالحالة كل الأفارقة بنحب التنوع كل الألوان لأنها مكون الأساسي في طبيعتنا وثقافاتنا برضه. فحبيت أشارك أفكاري في تصميم الأزياء تعبر عن التنوع، يعني بحس به يعني في تجانس ومتجانس بالألوان الإفريقي. نعم. مع التصاميم. يعني بلمستي أنا يعني بطريقتي الخاصة بي. نعم. هنحاول نشوف برضو بعض الصور من تصميمك يا أستاذ عشول من الأزياء وكده. جدا. طيب حسا نحن على الهواء، الصور الظاهرة على الشاشة. نعم. كلمينا عن التصاميم والحاجات الجميلة اللي احنا شايفينها على الشاشة دي من تصميمك انت كأشول. انت عارفة يا أستاذة ماري، الفكرة التصميم الأزياء جات من يعني حب للجمال والموضة، عشان كده أنا حبيت بس أصمم وأعمل حاجة يتناسب مع لوني
وفنيه برضه. وزياده على كده يعني فكرت تصميم الازياء كان تحدي مع نفسي عشان الانتاج، عشان انتج حاجات عمل فني كامل بلمساتي الخاصه يعني. يعني انت نعم. مثلا يا استاذ عشول بتجيب القماش الافريكان وبتقصيه يعني قصات من عندك كفنون من عندك، يعني انت اصلا واحده بتتميزي بالابداعات في مجال الفن المتنوع. فيعني قدامنا هنا في لبس جميل جدا وفي قصات جميله جدا من الابداعات بتاعتك. فيعني برضه حدثينا كيف انت قدرتي مثلا يعني تلمي كل الابداع اللي انت فيه ده. بشكرك جدا يا ماري مره اخرى. طبعا قلت لك من الاول انه التصميم ده يعني احنا كافارقه بنحب الالوان الزاهية يعني الوان جميله كويس معاكي. والفن دي يعني ما فن بس غنى وبس، في زول بيكون بيفنن في كتابه، في زول بيفنن في كلام، وفي زول بيفنن في الناحيه يعني في اتفاقات الديزاين. أريد اللاف ديزايننج بيكوز أنا كفنانة لازم أطلع بحاجة مميز، كل مرة أطلع بحاجة جديدة يعني أكثر جمهوري وهم اللي بيحبوني وبيطلعوا على حاجاتي كل مرة. نعم. فنانة شول، شايفينك يعني أبهرتينا بجد بالأزياء وبالتصميمات الحلوة، تصميمات زي الإفريقي او انت في استراليا. فعايزين نعرف هل انت حصلتي على جوائز مثلا في مجال الغناء يا في مجال تصميم الازياء من قبل مثلا؟ في عام 2019 شهر 12 نعم. انا كنت عملت يعني شاركت في فعاليات افريكان يوت في ملبورن هنا فيكتوريا في استراليا. نعم. وحصلت على دعم مادي ومعنوي كبير من نعم. الجهة المنظمة، نعم. هم الأساسيين كانوا. نعم. طيب هتحاول تزورينا بتين مثلا في مصر عشان احنا نقدر نعمل عرض أزياء كده جميلة، وتقدر برضو يوصل الرسالة بتاعك الفنية للشعب المصري والشعب الإفريقي في القاهرة؟ حقيقة دي حاجة بيسعدني جدا، واتمنى تكون في فترة قريبة ان شاء الله. نعم. طيب استاذة شولا، انا عايز اسالك برضو فكرة الازياء جاتك كيف، او منو رشحك مثلا انك تكوني مصممة، او زول اللي قدر يشجعك انك مثلا تصعدي وتكوني مثلا مصممة ازياء باهرة جميلة جدا كده، بتعملي حاجات مبدع جدا ومبهر للعالم؟ طبعا حقيقة انا زي ما بديت من الاول انه بحب الالوان والموضة، وكل مرة بعمل برفومي في السيتي كونسل هم البلدية عندنا هنا بيهتموا باللاجئين، ولا بنقول للناس الفورنرز، لأنه هنا الكانتري ده أي زر عنده حق بيعمل اللي يحب يعمل ويشارك كمان من ثقافته. فأنا قلت لازم أنا يعني قاعدة برا نعم، لكن روحي وقلبي كله لبلدي هو جنوب السودان الحبيب. فقلت خلينا ننوع بالإفريقي يكون يجمعنا كلنا، مش أفريقيا بس ساوث سودان، أول أفريقيا. فجيت بالفكرة دي وعيدتني واحدة مديرة بتاعت السيتي كاونسل، وهي ادتني دعم جدا، قالت لي لازم تحاولي تعملي اكثر من كده، لانه عندنا يوز اليوز نستفيد منهم عشان نوريهم اصلا. نعم يعني دي حقيقة دي حاجات من الحاجات اللي خلتني اتقدم. وتعلمت بالمناسبة يا ماري من داخل اليوتيوب شانل، انا ما عملت استادي فور ميكينج ديزايننج، تعلمت في اليوتيوب شانل. عملت invest my time because عيالي صغار زي ما قلت جبال دي 4 أطفال، ما شاء الله عشان ربنا أقعد معاهم في البيت بيك. واليوم كله يمر ما نعمل حاجة، فحبيت إنه أكبر بس أبذل جهدي وأعمل حاجة في البيت. فانطلقت من هناك أعمل الديزايننج، وما زلت أنا لسه أستمر عملي. نعم. طيب أستاذة شول، إحنا عايزين كلمة أخيرة وإحنا على مشارف ختام حلقتنا، كلمة أخيرة للجمهور. أنا بتمنى لأبناء بلدهم جنوب السودان الحبيب بالتقدم والسلام، ويتركوا الحروب ورانا والجبلية والقتال، وللجمهورين اللي بيحبوني أنا يعني كل التحية والتقدير، وإن شاء الله أنا كنت خفيفة على ظلكم.
اوكي استاذ عشول، احنا سعداء بلقائك بالضبط كفنانه ومصمم الازياء، وبعدين احنا بنفتخر بيكي بانك يعني بنت جنوب السودان وقدرت تثبتي نجاحك وقدرت توصلي رساله افريقيه للشعب الاسترالي والشعب الافريقي بالكامل. حاليا احنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم اللي هو برنامجنا افريكا افري داي. تابعونا دائما على قناة الصحة والجمال وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي. كونوا معنا.